تراهم انه ينجموا يلحقوا ولا ما ينجموش يلحقوا؟ يعني اعطيتهم وعود ولا ما اعطيتهمش وعود؟ حتى وعد كان وعد التفاوض. وعد التفاوض لاني ملزم انا بقرارات المجلس العلمي فيما يخص المناقبات. المجلس العلمي قراره واضح، هو يتعلق بكل الناس اللي تراودوا يدخلوا الكليه من موظفات وموظفات، من اساتذه، من اساتذه، من 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 طلبه، انه النقاب ضروره التواصل العلمي والبيداغوجي والاكاديمي. يعني النقاب يعني هم احرار في حمله اينما ارادوا الا في مده حصه الدرس. يعني هذا المطلب لحد الان، قد يحدث تغير غدوه، لكن هذاك الموقف نتاع المجلس العلمي اللي هو القانون الداخلي نتاع الكليه. بالنسبه للمصلى يعني عرضنا لهم ظروف، وبرشا اساتذه تكلموا على الظروف وانعدام المحلات، لكن ما رفضناش انه معناتها نطرحوا المساله على السلطه العليا، على رئاسه الجامعه، على الوزاره، على اساس ان تمكن الطلبه نتاع المركب الجامعي الكل من فضاء للعباده. يعني ما رفضناش، وهذا قمنا به قبل، وقموا اليوم زدنا اكدناه، وغدوا زدنا كيف كيف مش مقوموا به. يعني نسجل انهم تراجعوا تماما في مخص الاحتجاز عند وانا يعني ما نقول كان ايجابي انت الموضوع هذا. ممكن دور الاعلام كان كبير في هذا، لانه ما انا يعني مش في موقعي كعميد باش نكذب ولا نقول الموضوع هذا. يعني سمعته وسمعوا به موظفين واساتذه قالوا اللي يكونوا العميد ما تخليهوش يفلس، كانوا يتوقعوا اللي يكونوا يتصوروني انا باش نخرج ولا باش نغادر الكليه. النقطه زوز نقاط الاخرى اللي تنصلوا منهم، ولكن هم تقالوا في مكتب نتاعي وبشهاده الكاتب العام، هي المنع يعني الاختلاط. معناتها ما عندهمش نيه باش يمنعوا الاختلاط بين الجنسين. أن نسجل كل إيجابية يعني هذايا. ونقطة أخرى تكون بين الأساتذة النساء ما يقريوش، ما يقريو كان النساء، والأساتذة الرجال ما يقريو كان الرجال، تراجعوا فيهم الزوز. يعني فنعتبر هذايا يعني قالوا معناتها حملوني أنا ميساج نقبل أنا اللي كوني أنا ادعيت الباطل هذايا، أما نعتبر إيجابي. يعني يكونوا وهذا من جراء الحوار، ومن جراء اللي يكونوا العملية هذه لما الرأي العام يكون مجند، لما وسائل الاعلام تقوم بدورها في يعني في يعني في التعريف بانه مشروع خطير، مشروع رده، مشروع ما يعني طرح مشروع مجتمعي اخر ما عرفتوش الجامعه التونسيه. فيظل لي بالتفاعل الاطراف هذه انا ما قد متفائل اللي يكون شنو الحل. لكن الان بعد معناتها انقضاء مديت العمليه بدات من 8 متاع الصباح لتو نصف الليل، انا نشوف نفسي انه باتفاق مع زملائي اعضاء المجلس العلمي انه باش نعيطوا توا نطرحوا المساله على النيابه العموميه. نعم. يخلع الكليه. نعم. اذا شكرا لك سي الحبيب القزدغلي. كما كنت تسمع سيف، العميد كليه الاداب بمنوبه اضطر انه يطلب القوه العامه. احنا اليوم باش نحاولوا نحكيوا مع مجموعه الطلبه الملتحين اللي موجودين توا في حرم الكليه باش نعرفوا علاش هما رفضوا اقتراح العميد انها تتواصل المفاوضات الغدوه. نعم خالد.